لملاحقة عناصر الإرهاب وضبطهم وحماية المجتمع من شروره. بعد ساعات من إحالة 200 من المشتبه في انتمائهم إلى جماعة أنصار بيت المقدس التي اعتبرتها السلطات المصرية جماعة إرهابية إلى المحاكمة، وزير الداخلية المصري يعلن ضبط 40 خلية وصفها بالإرهابية أيضا خلال الأسابيع الماضية. قد تمكنت الأجهزة الأمنية من إجهاض مخططات تلك الخلايا والمجموعات التي مثلت في رصد مجموعة من ضباط الشرطة بمنطقة عين شمس ومصر الجديدة، رصد تحركاتهم وخطوط سرهم استعدادا لتنفيذ أعمال اغتيال واسعة ضدهم. أعضاء بعض تلك الخلايا تلقوا كما قال الوزير تدريبات في دول مجاورة تشهد اضطرابات سياسية وأمنية، وأشار الوزير تصريحا إلى سوريا وتلميحا إلى ليبيا، ولم يستثن قطر كملتقى تنظيمي ومصدر تمويل، حيث انضم هناك لحركة أحرار الشام وتلقى تدريبات على استخدام السلاح وإعداد المتفجرات وحرب المدن والشوارع قبل عودته للبلاد منذ 3 أشهر. لكن الوزير أكد قيام قوات مشتركة من الجيش والشرطة بتأمين حدود البلاد من كل الاتجاهات، وعرضت في المؤتمر الصحفي مقاطع فيديو حوت ما قال الوزير إنها اعترافات على لسان متهمين بالانتماء لخلايا إرهابية. الحوادث اللي احنا قمنا بها كمين عبود اللي قام ببلال وناس من الجماعة، وكمين سواح بلال وناس من الجماعة. وتشهد مصر صدامات دامية بين قوات الجيش والشرطة من ناحية وجماعات وعناصر مسلحة من ناحية أخرى، لا سيما في شمال سيناء. وتنامت وتيرة الهجمات ضد أهداف شرطية وعسكرية في القاهرة والأقاليم خلال الشهور التالية لعزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي. ولقي العشرات من الجانبين إضافة إلى مدنيين حتفهم في تلك المواجهات. ورغم نبذ جماعة الإخوان المسلمين والتحالف الوطني المؤيد لها للعنف، أعلنت جماعات مسلحة في مقدمتها أنصار بيت المقدس مسؤوليتها عن عديد من تلك الهجمات وتوعدت بشن المزيد. عبد البصير حسن، BBC، القاهرة.